على منطقة النازل هذا أو يعني ما سكنت مسكن فيها في 18/7/1990، يعني كنت تزوجت من هذاك اليوم وظليت هنا عايش مع جوزي يعني ومع العيلة. كان عمري 15 سنة. طبعا يعني كانت الحياة صعبة هن كثير، انتقلت من كهرباء وكان مواش يعني فيش كهرباء من مرة نهائي هن. قلت يعني أضوي اللمبة صعبة، لا أعرف يعني أغسلها ولا أعرف أضويها ولا أعرف إشي. فهيك يعني ثاني سنتين تعودت على الجو هنا وصرت طبيعي، يعني خلفت ولادي صاروا يشوفونا ولقيت المنطقة هن كلها نفس الإشي، يعني فيش تغيرات. طلبات الأولاد، أنظف البيت، غسيل وجلي وغسل كنس برا، أشوف الغنم يعني، أو أروح أطعم يعني يوم أطعم الأولاد، أو أحكي مروح الدكتور أو إشي. هذا كمان يعني أطلع من البيت دائما، يعني عايشين هنا على طول يعني بروحش مرة من الكهرباء. أهم إشي عندي الغسالة والتلفزيون يكون لأولادي، هذا يعني شو بريحه الثلاجة يعني، وأحط فيها مي ساقعة. عندي مثلا يوم أني بطبخ الطبيخ بخرب، يعني بدي أحط فيها الأشياء زي هيك. أهم إشي يعني في حياتي أنا تكون الكهرباء يعني موجودة. بالنسبة للضوء يعني عندي أطفال صغار بقوموا في الليل، بدي مثلا ضوء أضوي اللي أشوف مثلا شو بدهم، بدهم مي، بدهم يروح الحمام، بدهم مي إشي زي كده، أشوف إيش بصيح، إشي بقرصه، إشي بمريض، من إيش عيان. بقول بخرب الطبيخ اللي يعني بده ثلاجة، يعني بدنا إيش سالح بوقت الصيف، يعني لازم يكون في ثلاجة. كمية لما بروحوا على السوق بيشتروا كمية كبيرة، لأن ما فيش دكان كل يعني وجبة بوجبتها بيجيبوا بحطوا. الحين حاليا كل نستعمل يعني مشان يضلعنا الأكل لبكرة، يعني تستغربوش في هذا الإشي. بنجيب المنديل المغرب، بنحط الطنجرة هان هيك، نعصمها هيك، وانا بحلقها كمان في حد الغسيل في الليل عشان تسقع، والصبح بدي اقوم الصبح اطبخها واطعمهم اياها، لان خسارة تروح تنكب حرام تطلع عليها، لازم ناكلها يعني. بنعمل مستحيل مشان ما تخربش مشان طبعا الكهرباء بتغير يعني شغلنا كثير. الكهرباء الكهرباء ما علينا اسرائيل، يعني كانت الكهرباء قريبة ان هيها من حد الخط، يعني بيننا وبينها بس الخط. وهل هالحين قدمنا لكهرباء تمرب علينا على الخرب هان على المنطقة هذه، وقدموا لكهرباء منعت عليهم إسرائيل، قالوا الكهرباء ممنوع تمرب عن الخط. And now we are here in Ibnizin. It's a village about 50 kilometers from Yatta, about 70 kilometers from Hebron, and now we trying to analyze the situation here in Nizel and implement a new project for electrification of this village by using solar energy.
First we came to visit Al-Khalil area and we looked for several places to see which place is most in need for electricity, and we found Mnazil. Mnazil is, as you see here, it's a very poor and marginalized neighborhood. Even the Palestinians don't know about this neighborhood and if it exists or not. And as you see, like in the settlements just nearby, they have electricity, they have everything, and they didn't want to provide, they don't want to provide this neighborhood with electricity. Actually, also water. They don't have water in this village or this neighborhood. They depend on the collecting the rainwater in winter in water wells, and they use this water in during the summertime. يعطيكم العافية. العافية أنت والله ما غلبناك وغلبك كثير يعني. لا ما فيش ولا غلبة. المشروع هو عبارة عن توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. يعني نستخدم الشمس في توليد الطاقة الكهربائية. مش زي أي نظام كهرباء عادي يعني بيكون في أسلاك جاية من من موتور كهرباء ومولد كهرباء وتوصلكم كهرباء للدار. لا هذا النظام مختلف. هذا النظام عبارة هو عن خلايا شمسية. هاي الخلايا الشمسية بتشبه الموري تبعين الحمام الشمسي. عن طريق هاي الخلايا الشمسية ناخذ ضوء الشمس بالضبط صح ضوء الشمس بيجي على هاي الخلايا بتحول ضوء الشمس لكهرباء. هاي كيف بتعتقدوا كمان ايش في كمان طرق برضه ممكن نوفر فيها كهرباء؟ الضوء الضوء كيف الضوء ممكن نوفر يعني عندنا ثلاث لمبات نقدر نستخدم وحدي وبلاش نستخدم الدارين كلهن يعني مالناش حاجة اللي بنخبيه اليوم نلقاه بكرة بالليل تجي كل ما وفرنا لليوم ظل عندنا على طول الشهر كهرباء وظل باستمرار يعني ان شاء الله متريحين على الكهرباء. في مشاكل كثيرة عندنا بالنسبة للكهرباء لو في عندنا كهرباء بتحل مشاكل كثير. فيش كهرباء فيش كهرباء تطلع مي من البير اللي المرة تغسل فيش غسالة فيش يعني تلفزيون هذا صايم وهذا صايم وهذا صايم لو في تلفزيون بقعد بشوف ساعة ساعتين وبنسى. Perquè hem culminat una feina de molt de temps. Vam venir per primera vegada la gent, l'equip de Ceba amb els enginyers, vam venir per primera vegada a finals de novembre de l'any passat, és a dir, del 2008. A 500 vats. Més de 500, a l'F, si n'hi ha presa de terra, al G, aquest comptador és el que els dona una quantitat d'energia diària i una quantitat de potència màxima. Estem comprovant que quan consumeixen descompte, que quan no consumeixen compta l'energia que ha de comptar cada dia i que talla per intensitat màxima i també que la instal·lació interior funciona correctament. This, you will see that it comes down a little bit. Okay, you see? This is 202,199. I aquí acaba, doncs, diguem, el procés d'instal·lació d'unes instal·lacions que els donaran la llum. Però a partir d'aquí no s'acaba ni la nostra feina ni la feina de la comunitat. Vol dir que a partir d'ara la feina de Ceba serà seguir molt de prop el projecte i seguir molt de prop l'evolució i el procés que viuen aquesta gent ara que tenen electricitat, perquè no és una cosa fàcil. El hat
قبل كنت اقعد وانا اغسل، الحين شو لك ما بشعرش بالغسيل من مره نهائي. يعني في الليل يعني عشان في ضوء بقروا كمان بشوف شغل للبيت، يعني في الليل بتريح في النهار كمان، يعني بقعد في الاول كان دائما طول النهار شغل، في الليل ننام من المغرب يعني وما نعرفش انه في شغل في الليل، بس الحين لا بنقدر نشتغل في الليل شوي، نقعد نتريح بنشوف يعني الكهرباء غيرت اشي كثير معانا.